لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء السلطة التشريعية، أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن اليوم ليس كالأمس في الأخطار التي تحدق بالأمة المتمثلة في جعل هذا الجزء من العالم المتجه بقوة نحو التنمية أن يكون معبرا للصراعات، ومواجهة ذلك لن يكون إلا بالتعاون الكامل والموقف الموحد. قال سموه: علينا على الصعيد الخليجي والعربي أن نعي بأن لا أحد يهتم بمصلحة دولنا مثلنا، فنحن من يعاني الخطر ونحن من يجب أن يتصدى له بكل ما يتوفر أمامنا من إمكانات ووسائل تعاون وتنسيق. ودعا سموه إلى الحذر من استمرار محاولة زرع الفتنة والتفرقة بين الدول والشعوب، فمن يسعى لذلك يعي بأن في الاتحاد قوة وفي القرى في الفرقة وهن وضعف، ويزعجه أي جهد خليجي أو عربي للوحدة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل عددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة وفرت لمواطنيها الكثير من الخدمات في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، ما يحق لها أن تفخر وتعتز به، فهو لم يتوافر لمواطني بعض الدول الكبرى. معربا سمو عن الاعتزاز بالتعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب من أجل خير الوطن وصالح شعبه. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للنواب بأن ما يحال منهم من رغبات وغيرها محل اهتمام وعناية من الحكومة، وتعمل أن يجد طريقه للتنفيذ في إطار ما يتوافر أمامها من موارد وإمكانات وما تسمح به الظروف الاقتصادية السائدة. فالحكومة ترى في هذه الرغبات ترجمة لتطلعات المواطنين الذين هم الهدف الذي تتلاقى لخدمته ومصلحته كافة السلطات والأجهزة في الدولة. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات فيما يتعلق بتوجهاتها التنموية، لكن هذه التحديات لن تكون أبدا عائقا أمام الطموح الحكومي من أجل الوطن والمواطن. لافتا سمو إلى أن الحكومة تقدم دوما المشاريع ذات الصلة بالمواطن على أي مشروعات أخرى فيما يتعلق بأولوية التنفيذ وتوفير التمويل، فهي لا تقبل أن يقف أي عائق أمام حصول المواطن على أفضل الخدمات التي تهيئ له الحياة الكريمة المنشودة.